ما بغيناش نرجعوا عاوتاني من الاول كيف ما كنا كيف ما رجع كورونا دينا من الاول عاوتاني والحجر الصحي ما بغيناش نرجعوا ليه عاوتاني. عندنا تخوف على رجوع الحجر الصحي عاوتاني ونسدوا عاوتاني القرايه ترجع عن بعد، وكان كيشير واحد النقطة أن خصهم يتسدوا المطارات والحدود وتا التنقل بين المدن ما بين مدينة ومدينة، وخص الدولة تسارع باش تلقى شي دواء جديد باش تحارب به الفيروس جديد. هو الصراحة عندنا تخوف منه حيت مبغيناش عاوتاني نفقدوا أرواح كما فقدنا في فيروس كورونا، ومبغيناش نرجعوا للحجر الصحي فهمتي، حتى يلا تلقات الحركة يلا بنادم بقى خدمة يلا هادي نرجعوا عاوتاني للحجر الصحي عشان نمشيو للأزهر، يعني مبغيناش عاوتاني نزيرو كيف فينا في الفيروس الأولاني. بزاف كان يلا يلا يعني تفكينا من كورونا وماشي تفكينا، احنا باقين يعني مسترسين من جهتها. شو نقول بالنسبه لهاد المرض هذا الله يفك وحالنا وصافي، ومبغيناش عاوتاني نرجعوا. واش عندك تخوف من دخول الحجر الصحي من جديد؟ عندي تخوف بزاف بالنسبه للقرايه، ما يمكنش نقراو ثاني عن بعد.